نستأذن سيادتكم يا فندم في تشغيل 2 معدية أفراد الأقصر 1 والأقصر 2 بقدرة استيعابية 250 فرد عبر تقنية الفيديو كونفرنس من محافظة الأقصر. وتعد هذه المعديات من أحدث أعمال شركة القناة للترسانات النيلية بأرمنت، والتي تم تصميمها وبناءها لصالح محافظة الأقصر وبهدف خدمة قاطني المحافظة وتيسير عملية انتقال الأفراد بين ضفتي نهر النيل. والآن أستأذن سيادتكم فندم في بدء العرض البحري ورفع العلم المصري على عدد من الوحدات البحرية الجديدة إذانا بانضمامها لأسطول هيئة قناة السويس. من أمام المنصة يبدأ دخول تشكيل من الوحدات البحرية الجديدة التي تم تصميم وتجميع وبناء معظمها في الترسانات والشركات التابعة للهيئة بخبرات وأيدي مصرية خالصة 100%. وتماشياً مع توجيهات السيد الرئيس بتوطين الصناعات البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تنويع مصادر دخل هيئة قناة السويس من النقد الأجنبي، قامت الهيئة بالتعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بإطلاق خط إنتاج جديد لبناء اليخوت السياحية وتصديرها للخارج. يبحر الآن أمام المنصة اليخت السياحي إرادة، واحد من أصل يختين سياحيين يمثلا بكورة الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص. تم تصميم هذه اليخوت وبنائها بالكامل في مصر وبأيدي وخبرات مصرية خالصة 100%.
يدخل الآن إلى مجال الرؤية من يمين المنصة عدد 3 لنش إرشاد من طراز بحار. تعمل هذه اللنشات على نقل مرشدي هيئة قناة السويس من وإلى السفن المبحرة داخل المجرى الملاحي بغرض إتمام عملية إرشاد السفن عبر القناة. تعد هذه اللنشات امتداد لنجاح خط إنتاج لنشات الإرشاد من طراز بحار في شركة القناة للإنشاءات البحرية. تمتاز هذه اللنشات أيضاً بوجود محركين رئيسيين بقدرة إجمالية تصل إلى 800 حصان لتحقيق أفضل معدلات التشغيل والأداء في مختلف الظروف الجوية والملاحية. خلف مجموعة لنشات الإرشاد من طراز بحار يبحر الآن أمام المنصة عدد 2 قاطرة بحرية، القاطرة عزيمة 1 والقاطرة عزيمة 2. تستخدم هذه القاطرات البحرية في أعمال تركيب وصيانة الشمندرات البحرية داخل المجرى الملاحي للقناة. تعمل أيضاً هذه القاطرات البحرية في تقديم خدمات القطر الخفيف لمختلف الوحدات البحرية الصغيرة التابعة لأسطول هيئة قناة السويس. تبلغ سرعة هذه القاطرات البحرية 11.2 عقدة، بينما تصل قوة شد هذه القاطرات إلى 12.6 عقدة. تعد هذه القاطرات البحرية إضافة نوعية لأسطول هيئة قناة السويس لما تمتاز به من قدرة على تنفيذ أعمال وتركيب الشمندرات الملاحية على امتداد المجرى الملاحي. خلف القاطرات البحرية يدخل الآن إلى مجال الرؤية عدد 2 معدية مركبات وأفراد، المعدية كرامة 1 والمعدية كرامة 2. تصل القدرة الاستيعابية لهذه المعديات إلى 50 مركبة بخلاف الأفراد. تم بناء هذه المعديات في ترسانة بورسعيد البحرية بغرض نقل الأفراد والمركبات بين ضفتي القطاع الشمالي لقناة السويس. تعد هذه المعديات من الثمار المباشرة لتوجيهات السيد الرئيس للارتقاء بمنظومة محاور الربط والعبور بين ضفتي القناة وربط سيناء بالوادي. تضم منظومة الربط التي تشرف على تشغيلها وصيانتها هيئة قناة السويس 8 نقاط للمعديات البحرية و5 كبار عائمة، فضلاً عن 6 أنفاق عملاقة تعمل على مدار الساعة. خلف المعديات كرامة 1 وكرامة 2 تبحر الآن القاطرات متعددة الأغراض، القاطرة العلمين 1 والقاطرة العلمين 2. تعمل هذه الوحدات متعددة الأغراض في نقل مراسي التكريك الخاصة بالكركات العاملة في مختلف مواقع العمل داخل المجرى الملاحي للقناة، فضلاً عن كونها أيضاً تعمل كورش متنقلة لصيانة الكركات العملاقة المنضمة حديثاً لأسطول هيئة قناة السويس، وتحديداً الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي. هذه الكراكات أيضاً مجهزة بعدد 2 ونش لرفع مراسي التكريك بحمولة 100 طن. تصل قوة الشد الخاصة بهذه القاطرات متعددة الأغراض إلى 32 طن. في إطار التوجه الدؤوب من هيئة قناة السويس بتعزيز أسطولها من الوحدات البحرية المختلفة، يبحر الآن خلف القاطرات متعددة الأغراض عدد 2 صال آلي من تنفيذ شركة القناة للإنشاءات البحرية بحمولة 800 طن لكل منهما.
تستخدم هذه الوحدات في نقل جميع منتجات محجر عطاقة إلى كافة مواقع العمل داخل المجرى الملاحي للقناة، وتحديداً بغرض إنشاء التاكسيات على جانبي القناة وأكتاف المعديات العاملة بين ضفتي المجرى الملاحي. إضافة جديدة تنضم لأسطول الهيئة من الوحدات البحرية تمثل تعزيزاً لمكانة الصناعة الوطنية بأيدي وخبرات مصرية خالصة. يبحر الآن أمام المنصة الناقلة إمداد واحد. تعمل هذه الوحدة على إمداد كافة الوحدات البحرية التابعة للهيئة على طول المجرى الملاحي بالوقود، بما يضمن استمرار تنفيذ الأعمال على مدار الساعة دون توقف. تصل حمولة هذه الوحدة الناقلة من الوقود إلى 500 طن، وتضمن استمرار تنفيذ الأعمال بلا توقف على مدار الساعة.